طيب حضرتنا اليوم عن ايش اللي بنسميه الليكسيكال سيمانتكس، محاضرة مش تكنيكال زي ما توقعوا، هي محاضرة تقدم محاضرتين مهمات عن الويرد نت والعربي كونتولوجي فيما بعد، عن علم السيمانتكس باللغة، لأنه احنا بنشتغل في المادة كثير أشياء سيمانتكس، يعني كومبيوتيشنال لينغويستكس. أنو عنده أولاد منكم؟ اللي عندهم أولاد بيستمتعوا بالمادة، واللي بتذكروا طفولتهم، أنا بتذكر طفولتهم. برضو بيستمتع بالمادة. كيف؟ بهذا المحاضرة تحديدا اللي هو كيف نتعلم الكلمات والمفاهيم؟ زين؟ كيف نتعلم؟ هنشوف انه هاي المحاضرة عمليا بتساعد كمان في هذا المجال. طيب محاضرة تلقوها مصورة موجودة على موقع المادة. هنأخذ أول شيء الفرق بين مقدمة صغيرة جدا عن شو الفرق بين اللينغويستيك أونتولوجي والأبلكيشن أونتولوجي. بعدين هنقول شو هو اللكسيكال سيمانتكس. هنأخذ في شيء مشهور مثلث المعنى السيمانتيك تراينجل أو الميننج تراينجل. في شيء بنسميه بوليسيمي، في شيء بنسميه سينونيمي، يعني ترادف وتعدد المعاني في الكلمات. بعدين حنأخذ المالتي لينجواليزم، يعني تعدد اللغات. شو يعني تعدد اللغات؟ شو الفرق بين لما نقول لينغويستيك اونتولوجي وابلكيشن اونتولوجي؟ هلا كثير بالفتره السابقه او سوري الفترة اللي بنعيشها في كثير اهتمام صار في شيء مفهوم يمكن الكلمة مش شائعة لينغويستيك اونتولوجي، بس يعني أنا يمكن بسميها لينغويستيك اونتولوجي وهلا بعرف الفرق بينها وبين ابلكيشن اونتولوجي، اللي هم الأنتولوجيات اللغوية أو في ناس يسموهم الشبكات المفردات أو إلى آخره. هنأخذ على الفرق بين اللينغويستيك اونتولوجي وبين الابلكيشن اونتولوجي. طيب اول شيء اذكركم شيء هي الابلكيشن اونتولوجي. الابلكيشن اونتولوجي هي فورمال ريبريزنتيشن اوف ذا سيمانتكس اوف سيرتن دومين او سيرتن فوكابيولري ان دومين. يعني لو انا بدي اعمل تعرفوا الفوف اونتولوجي مظبوط؟ هاي لينغويستيك اونتولوجي؟ لا، هاي ايش؟ ابلكيشن اونتولوجي. طب الفلسطينيين ايه جفرمنت اونتولوجي؟ الاونتولوجي الحكومه الالكترونيه اللي سويناها وريتكم اياها قبل هيك. هاي كانت بتعرف معاني كلمات، مش بس على فكره الكلمات، المعرفه اللي في الدومين تبع الحكومه الالكترونيه او الحكومه. ما كنا هناك نتطلع على شو يعني مثلا كلمة كومباني، عمرنا ما طلعنا على معناها اللغوي، كنا نتطلع على في هذا الدومين شو بتعني، يعني بالقانون الفلسطيني شو بتعني. في كثير اونتولوجيز اشتغلت هاي لما احنا نتطلع شو الدومين بده، عملتوا مثلا اونتولوجي للتسجيل في الجامعة لكشف العلامات صح؟ شو كان يعني كلمة طالب؟ لإلكم كانت بتعني اللي بتعني في مجال الجامعات الفلسطينية، يعني حسب قوانين الجامعة. طب هل بنقدر نبني أنتولوجي للغة؟ يعني نشوف معاني المفاهيم في اللغة. هذا اللي بنسميه لينغويستيك أنتولوجي. ففي اللينغويستيك أنتولوجي هي ريبريزنتيشن، يعني تعريف وتمثيل المعنى تبع الويردز في لغه معينه. فلما بقول Arabic ontology يعني it's a formal representation لايش؟ لمعاني الكلمات باللغه العربيه. شو يعني اللغه العربيه؟ هي اللغه العربيه مش موجوده، موجوده بلدان صح؟ يعني انا بتحقق من معاني الكلمات من خلال
عاجل أو ما يتفق عليه اللي بيحكوا هاي اللغة، مش من خلال مثلا قوانين الحكومة الإلكترونية أو أو أو. فبحكي عن إشي لغة. دكتور بس أكيد من نفسها ممكن يكون لها أكثر من معنى. جيد. يعني الفرق إذا بين linguistic ontology والابليكيشن ontology إنه هون في بوليسيمي. تعدد معاني، لما أقول كلمة company هون شو معناها؟ هون واضحة 100%، القانون أصلا الفلسطيني عامل تعريف مثلا هون أو كومباني مثلا بدي أروح أدور أقول كومباني باللغة الإنجليزية معناها كومباني يعني جمعة، كومباني يعني شركة، كومباني يعني كذا، كومباني ففي بوليسي. هون فيش تعدد معاني، هون في تعدد. واحد اثنين، هاي بتمثل الانتولوجي، هاي الابليكيشن انتولوجي بتمثل ايش؟ ابليكيشن ستوريج بتمثل المعرفة في سياق تطبيق او او موضوع معين، بينما هاي نحكي على كومن سنس نولج، هي بتمثل يعني لو شفنا الانتولوجيا تبع الحكومة الفلسطينية بنشوف بنفهم المعرفة اللي في داخل هذا الدومين فقط، بس إذا شفناها أو منافهم مش بس معرفة الدومين معين، بنعرف المعرفة العامة تاعت الناس، لأن إحنا بنمثل المعرفة العامة تاعت الناس. فالتطبيق هاي ليش بسويها؟ لأنه هون في براسنا تطبيق أو اثنين أو ثلاثة اللي هو في داخل هذا الدومين، مش هيك بنسوي الانتولوجي هون؟ بينما هو very general purpose ontology. هذا الفرق بين application ontology و linguistic ontology. إذا مش هي linguistic ontology it's a formal representation إذا بدكم أو it's a representation أو specification of the meanings of the words of the meanings of the words for a certain language. Formal representation. شو يعني formal representation؟ يعني مكتوب بلغة فورمال. نعم مش مش موجود بالتالي، يعني مكتوب بلغة فورمال. زي مثلا في لوجيك معين، زي مثلا فيرست اوردر لوجيك. واضح؟ طيب. قبل ما ندخل في التفاصيل اللي هي بتيجي بالمحاضرات الجاية، بدنا في محاضرتنا اليوم نفهم شو يعني العلاقة بين الكلمة والمعنى. هذا هو عنوان محاضرتنا، العلاقة بين الكلمة ومعناها. بالتالي نقدر ساعتها نقول نقدر نمثل نقول representation of the of the meanings and of the semantics of the words in a certain language. طيب في حد عنده أي سؤال؟